كيفاش نبداو الجلابة ولا قفطان كيف ما كان. هنا غيكون عندنا درس ديال العبار، يعني نشدو العبارات. هذه جلابة ولا قفطان شنو ما كانت، غنبداو من الجلابة. العبار ديال الجلابة ولا قفطان اللي غادي نخدمو نص الطوق، يعني غادي نخدمو غير نص الطوق. بالنسبة للعبار، الجلابة شحال كنخليولها؟ دائما كنخليولها 7 ديال السنتيم، الفتحة 7 ديال السنتيم، دايما كنهبطو سنتيم، ما كنحسبوش، ما كنجيوش مباشرة لهادو، يعني لهادو هنا وكنعبر السنتيم ديالي، ديما كنهبط سنتيم ديال التنية اللي كنتني. شحال كنهبط بالنسبة للجلابة؟ الجلابة كتبدا، يعني النص طوق ديالها كيبدا من 35، من 35 حتى 45، حتى 45. بالنسبة للجلابة كيبدا من 35، هذا أقل نص طوق، أصغر نص طوق في الجلابة ولا قفطان كيف ما كان. أقل نص طوق هو 35، وأكبر نص طوق هو 45 ولا 47. 47 السيدة اللي كتكون طويلة بزاف، يعني السيدة كتكون طويلة كنعملو لها 47 في النص الطوق. قفطان ولا جلابة شنو ما كان، قفطان ولا جلابة، هذا هو العبار. يعني العدد العادي يعني المتوسط هو 40 ديال نص الطوق، كتجي جلابة فيه غزالة بالنسبة لنص الطوق، يعني كنعبرو 40 سنتيم. وكل وحدة غادي تاخد العبر اللي بغات على حسب الطول ديالها، يعني بالنسبة لأربعين، أربعين غادي يجينا هنا، غيجينا هنا، غادي نجي لهاد الجهة هادي نيت، يعني إلا حسبت من السورجي يعني من الطرف الفوقاني حتى الإبرة غنلقى 41، حيت كنخلي سنتيم. غنجي لهنا نيت وغادي نعمل 41، وغادي نشبر الإبرة ديالي هنا، يعني هانا دابا عبرت، عبرت هنايا، لاحظوا معايا، دابا أنا عبرت 41 سنتيم، هذاك اللي كنحيدو، ها 41. أول حاجة شنو كنعملو؟ أول حاجة كنجي لهنا كنشوف شمن ملاقية غادي نهبط، شمن ملاقية اللي غتهبط لي هنا، واش ديال جوج الغرزات ولا ثلاثة ولا أربعة. كنبدا من هي الاولى، يعني كنتني التنيه ديالي هكذا، يعني ما كندخلش بزاف، كندخل تقريبا نصف سنتيم. ردوا البال، الا كانت عندكم جلابه مضيقه كندخل بهذه الطريقه، ما كانش كندخل نصف ديال السنتيم، يعني الا حتى عبرتو غادي نلقى نصف ديال السنتيم، ما كاينش بزاف. كنعمل التنبيله ديالي، غادي نجيب لي براو الخيط، هلا جبت لي براو الخيط، غادي نجي، ردوا البال معايا، غادي نجي في البلاصه فين جاتني 41، كنعمل هكذا، يعني كندور على، كنعمل جوج ضربات باش ما كنبقاش كل مره نعبر، جوج ديال الضربات. هذا اول درس خصكم تخدموه معايا. الخيط هنا تعقد لي، حليتو، كنعمل، شتو هاد الخيط هذا، شتو هاد الخيط هذا، هذا كيكون العبر ديالي ديال نص الطوق. وكنجي كنتني بهاد الطريقه وكنهبط، كنعمل داك التنبيله العاديه، ونحاول نخلي الهبطه تجيني نيشان، ما تجيش معوجه، ولو تكون عندي في الفصاله مثلا معوجه انا نقدها. رديتوا البال هنا، هنا عندي، هنا هنا عندي معوجه، هنا ردوا البال، شفتوا هنا عندي معوجه شويه، انا ما نمشيش على السورجي، انا نقد، يعني نبعد واحد شويه هكذا ونتني، ونتنيها باش كيدخل لي داك العويجاش كامل، باش ما تجينيش الخدمه شي داخله شي خارجه. ونعمل التنبيله ديالي، نبقى ماشيه بها، انا مولفه كنشبر التنبيله في المخده وكنجبدها ونخدمها هكذا مزيان.
وكنهبط بها، يعني كنهبط بها كما كتلاحظوا كتجيني على الطريقة هذه، كنهبط بها حتى لتحت، يعني حتى لتحت. وبنفس الشيء كنجي لهنا لهادي فين تنيت كنتني، وكنعمل الضربة ديالي ونحيد الإبرة اللي عبرت بها باش نبقى ديما ديما، يعني كنعمل هاد الحساب ديالي وكنبقى نبعد ونتني بهاد الطريقة، يعني نتنيها هكذا، نبدأ نشبر بعد شوية، كنبقى هابطة بها بهاد الطريقة هادي حتى كنهبط الهبطة ديالي. وكنبدا اي حاجة كنت غادي نبداها، اي حاجة كنثبتها في المخدة ديالي، وكنجيب هاد الرؤوس هادو اللي عملت بهم العبارات، ها هو واحد، ها هو واحد، وها هو الثاني، كنجيبهم هنا حدا بعضياتهم في المخدة هكذا، وكنبدا الخدمة ديالي شنو ما كان، يعني اشنو ما كنت غنخدم في الملاقية لتحت، الكورميط ولا الثلاثية ولا الراندا ولا اللي خدمت هنا رقيقة، عليها كنبني الغرز، عليها كنبدا نص الطوق. ما يمكنش نخدم نص الطوق وانا باقي ما عارفاش اشنو غنخدم هنا لتحت، يعني باش غادي نخدم نص الطوق، باش خصني نعرف اشنو غادي نخدم هنايا لتحت. ملي كنخدمو هنا لتحت كندوزو لمرحلة نفتحو نص الطوق، كيكونوا هنا خدمنا. انا غادي نبدا معاكم ونوري لكم شنو غادي نخدم هنايا، كيفاش غادي نفتح نص الطوق. خدمت الملاقية ديالي ديال التحت، يعني من نص الطوق لتحت، انا خدمت هاد الملاقية ديال الكورميط، فضلت ما نعملش الجوهرة في كل كورميطه، يعني نتوما كتفننوا في هاد الشيء هذا، كل واحد واشنو يعمل، يعني كل واحد واشنو بغى. بديت من داك الخط اللي عملنا، داك الخيط اللي عبرنا به نص الطوق، به بديت داك الخط هذا، كنيت كان عملت جوهره وخليت واحد جوج ثلاثه ديال الكورميطات بلا جوهر، وعملت جوهره بهذه الطريقه، يعني هذه غادي نهبط بها حتى لتحت بهاد الغرزات عليهم، غادي نفتح نص الطوق عليهم، يعني هنا عندي جوج ديال الغرزات عليهم غنفتح نص الطوق، الا كانت عندي ملاقيه فيها اربعه الغرزات عليهم غنفتح نص الطوق. داكشي باش قلت لكم بداو بالنص الطوق لتحت، يعني البدايه ديال نص الطوق لتحت هي اللي كتعطينا هاد الخدمه هادي. وعندي انا هنا يعني نص الطوق ديالي غادي يبقى من لهنا حتى لهنا، انا تقريبا عملت فيه 40، وانتوما كل وحده وتعمل فيه كيف ما قلت لكم، يعني من 35 حتى 47، انا كعملت فيها يعني سنتين هنا تقريبا 41.5 جاتني كنخدم فيها. دابا اشنو نخدم؟ دابا غادي نخدم نص الطوق. علاش كنقول لكم بداو بنص الطوق هو الاولاني؟ حيت نص الطوق كيكون مازال الجلابه ما طلقاتش كتجي سهله، يعني الثوب كنلعبو به كيف ما بغينا كتجي سهله، كيف ما سبق لنا ورينا في الدروس اللي فاتوا، نص الطوق دائما كنحلو حتى ما يبقاش يتحنى الثوب. نقرب لعندكم، يعني كناخدو الثوب هذا كنحلوه حتى ما يبقاش، حتى كيجبدنا الثوب اخر صافي، مجرد كنجبدو هكذا هو نص الطوق معوض. هذا بالنسبه للثوب خفيف، انا جربت لكم في الثوب خفيف باش تعرفوا كيفاش كنخدموه. غادي نجي لهاد الجهه هادي بنفس الشيء، ردوا البال معايا، الا شدينا الثوب، يعني هذا شدينا الثوب هذا وتنيناه، يعني قلبناه بهذه الطريقه، كيتقلب معايا كيتقلب ساهل، غير كيوصل نص الطوق يعني فتحة كاملة ردوا البال، ما كيبغيش يتجبد، كيكون هذا هو النص الطوق بهذه الطريقة هذه. كنسدوه بليباري والخيط، بليبرا والخيط هنا كندورو عليه بليبرا والخيط، وكنقلبوه وكنخدمو الراندة ديالنا بهذه الطريقة هذه. أنا جبرته بليبرا والخيط، يعني لا من هاد الجهة ولا من هاد الجهة باش ما تحناش صافي. كنقلبو التوب ديالنا وكنزلو على المخدة،
وكنبداو الخدمة. ها هو الفي، كنبداو الخدمة. كيف ما حطينا الدروس كنخدم انا الفي ديالي حتى الحد اللي بغيت، كنفتح الفي ديالي كنبقى ماشية بالفي هنا حتى الحد اللي بغيت انا، مثلا حتى لهنا. ملي كنقطع كيولي لي التوب مطلوق، يعني نحسبو دابا باني انا قطعت كيولي لي التوب هكذا مطلوق. اشنو كنعمل، اشنو كنعمل هنا في التنية ديال هاد التوب هذا؟ انا غادي نخدم الفي وغادي نولي عندكم باش نوري لكم العبار اللي كندخلو هنا في هاد الحاشية هادي. كنخدمو داكشي اللي بغينا، يعني انا خدمت هنايا العبار اللي بغيت، هادي الملاقية اللي كانت عندي، وخدمت الجوزة بالجوهر. يعني بالأمارة هذا الجوهر رقم 3، إلا عرفتوا الطريقة كيفاش تخدموا به راه كيجي هكذا مطلوق، ما كيجيش مكركب فوق بعضياتو. وغادي نخدم له انا مربعات في الجاكر في جنابات. صافي ساليت دابا العبار ديالي اللي بغيت، خدمت الراندة ديالي. كيف ما ولفنا غادي نقطعوا الخدمة، انا كاملة بغيت غير باش نوريكم كيفاش ندخلوا التوب اللي عندي. كنقلبوا بهذه الطريقه، ديما كنجي انا مجنبه ونحاول نرد البال من هذا التوب اللي كيكون تحتاني. بزاف مرات الاخوات كيوقعلو كيقطعوه كيقطعوه ما كيردولوش البال. نجي انا هكذا ميله ونضرب غير بلاتي ليا حتى نوصل فين عندي اخر غرزه، ونجي لجهه اخرى نيت نحل التوب ديالي. حطها بهذه الطريقه هذه غير بلاتي عليا، ونقلب التوب، ونقلب التوب ديالي. نجي لهنايا نقلب التوب ديالي. هنا اشنو دخلنا التوب اللي قطعناه شحال عندي؟ بالنسبه اللي عنده السنتيم غادي يعبر، دخلنا 3 ديال السنتيم، 3 سنتيم دخلت تقريبا من هنا 3 ديال السنتيم اللي دخلناها، وهنا نيت دخلت 3 ديال السنتيم. اللي ما عندوش السنتيم شنو يعمل؟ يعني هاد العبار هذا كنعبرو حنايا هنا في الراس ديال التوب وكندخلوه. اللي ما عندوش السنتيم اشنو يعمل؟ يجيب هاد التوب هذا يتني على جوج، يعني الطلعه بعد التوب هكذا باش يبان لكم من احسن. الطلعه هذه اللي عندنا كنجيب الفوقاني ديالها ونتنيه على جوج، ونجي لهنا ردوا البال نعمل العبار ديالي، نعمل العبار ديالي على قد اللي دخلت ونطلق الثوب. ردوا البال شنو غادي يعمل، يعني ملي كنطلق الثوب هكذا هو كيجمع راسو. شو ملي كتجيو العبار ردوا البال كيمشي لنا نيشان فين التقطيعه اللي قطعنا. شتو التنيه الى عملتو هاد العبار هذا كيمشي نيشان فين قطعنا، نيشان مباشره غير كنتنيو هادي كيطيح. ديتو البال، يعني هو كيحكم علينا شحال ندخلو، نص الطوق هو اللي كيحكم علينا شحال ندخلو. نعاود معاكم باش تعرفوا كيفاش. نجيب هاد التوب نقسمو ونعمل الحساب ديالي فين جا، يعني جا هنا. هادي الدورة ديال العنق، ردوا البال، هادي الدورة ديال العنق، هادي الدورة ديال العنق. نعمل الحساب ديالي انا شحال جات ونتنيها، نتنيها ونبقى شابرة فيها هكذا، ونشبر في هاد القنت هذا وندخل التوب ونطلق. رديتو البال، يعني هذا التوب
ما تتناش كامل، الا تتنى داخل هكذا بلا ما نعاون بيدي بلا والو، كتجي نيشان، يعني كتجينا نيشان ماشيه متنيه. كنشبرها بالابره والخيط، انا غنشبرها معكم هنا غير الفنيتات. جهه اخرى شنو كنعملوا لها؟ الجهه اخرى ما كنعملوش بحال هذيك، كنجيبوا هاد الدوره ديال العنق هذه مع الدوره ديال العنق، يعني كنلصق الكتاف مع بعضياتهم بهذه الطريقه، الكتاف ديالي كنلصق الكتاف مع بعضياتهم، وكنبقى هابطه مع الدوره ديال العنق اللي دخلت من جهه اخرى ندخله من الجهه هذه. كنجي لحد فين تنيت، وكنتني حتى هاد الجهه قد بعضياتهم باش الدوره ديال العنق تجيني قد خطا، ما تجينيش وحده طالعه وحده هابطه، ولا وحده كبيره وحده صغيره، لا ديتو البال حتى هي الى عملت هكذا فغادي تطيح قد بعضياتها، ما غاديش يكون عندي النفخ هنا نهائي، ولو نرخي انا الثوب ما عنديش النفخ هنايا، يعني الثوب الكامل انا دخلته ما بقاليش الزياده نهائيا، زياده ما بقاتش عندي. نشبر انا هنا وندخلها هكذا، هذه هي نص الطوق، كيفاش نخدموه وكيفاش ندخلو له الزيادات ديالو باش ما تجيناش الخدمه منفخه، وفي نفس الوقت العبار اللي غيكون عندي انا هنا راه بقى، العبار اللي عندي هنا راه غادي يبقى لي مع النصف ديال الجوزه، وكنكملوا الخدمه ديالنا بهذه الطريقه هذه. نتمنى يكون هذا الدرس فاتكم، وشوفوا حتى الطريقه ديال القفطان كيفاش غادي تكون بالنسبه للقفطان ولا الجلابه الا بغينا نحطوها من الراس نلقع. بالنسبه للقفطان، بالنسبه للقفطان الا بغينا نخدموه، هذا هو القفطان، بغينا نخدموا له الهابطه كامله، يعني غادي نخدموا الهابطه كامله حتى اللقاع. كيفاش غادي نخدموها؟ ملي كنكونوا غادي نخدموا النص طوق، النص طوق هو اللي كيحكم لي على شحال كندخل ديال الثوب، يعني هو اللي كيحكم لي شحال ندخل ديال الثوب. نجيب لكم الكاميرا معوطه باش تجيكم هكذا واضحه، هو اللي كيحكم لي شحال غادي ندخل ديال الثوب، يعني شحال غندخل ديال السنتيم ملي كنخدم نص طوق، يعني نص طوق مثلا دخلت هنايا 3 ديال السنتيم ولا جوج راه كيدخل حتى من هنا نفس الشيء. بالنسبه لهنا كيفاش غنخدمو؟ اول حاجه بعدا البدايه، البدايه باش غادي نبدا، واش غادي نبدا بالغورميت، يعني الخدمه اللي فيها 4 ديال الغرزات بحال الغورميت بحال الثلاثيه بحال اي حاجه بغينا نخدموها صغيره فيها 4 ديال الغرزات كيعادلوا سنتيم، يعني 4 ديال الغرزات هما سنتيم. بحال الحاجه اللي فيها 8 ديال الغرزات ولا 7 ولا 6 بحال ماشي الكورميت المدوبله، بحال الكورميت مدوبله فيها 8 ديال الغرزات، بحال داك الورده ديال الجوهر، هادوك كيمشيو بنفس الوسع بعضياتو، يعني الخدمه اللي بحال هكذاك اللي فيها مثلا غادي نقولوا جوج ديال السنتيم، فيها جوج ديال السنتيم انا كنشوف شحال بغيت نخدم، شحال ديال الوسوع مثلا، هذا هو الوسوع اللي غادي نخدم، فغادي داك الوسوع ديالي كنقسمو على جوج كيعطيني سنتيم من لهنا وسنتيم من لهنا. بغيت نخدم مثلا 4 ولا 5 ديال السنتيم، انا بغيت مثلا 5 ديال السنتيم غنهبط بها كامله حتى لتحت كامله، اشنو غادي نعمل؟ كنقسم هذاك 5 ديال السنتيم على جوج ونشوف عطاتني جوج ونص، يعني هنا كنحط السنتيم ديالي كندخل جوج ونص من هاد الجهه وجوج ونص من هاد الجهه، علاش؟ حيت عندي هنا عبار، كناخد العبار ديالي منين؟ من هنا، من لهنا العبار ديالي من تحت الدوره ديالكم، الدوره ديالكم من تما، نحاول باش نجيكم هاد الشيء واضح باش تعرفوا. بالنسبه للحاجه اللي
الهبطة كنحسب من هنا حتى الطرف ديال الثوب، جاتني 26، عندي هنا 26. إلا خليت هاد 26 وزدت عليها مثلا تنيت غير هاد السورجي ولا غير هاد شوية تنيتو هكذا باش تبالكم، خدمت مثلا وتنيت غير هاد نص سنتيم تنيتو وزدت على ديك 26، زدت عليها جوج الغرزات، جوج ديال السنتيمات عفوا ماشي ديال الغرزات، جوج ديال السنتيم ديال الرنبة اللي خدمت في الوسط. إذا غتولي عندي هنا 27 وهنا 27، يعني زيد جوج سنتيم، زيد في الوسع. أنا ما بغيتش الوسع ديالي يتبدل، بغيت الوسع يبقى هو هو ما يتبدلش نهائي. فإذا شنو كنعملو، كنجيو لهنا وكنحسبو الرندة اللي بغيتها، مثلا الرندة غتكون قد هادي، قد هنا الرندة ديالي غتكون قد هاد الوسع هذا، غادي نعبر هنا عندي 3 سنتيم، يعني هنا خصني ندخل سنتيم ونص وهنا ندخل سنتيم ونص من كل جهة. نفس العبار ديال الهبطة هو اللي كندخله في الثوب. نتمنى يكون الشرح ديالي واضح. مثلا الا جينا نخدمو الثلاثيه، الثلاثيه امرها سهل، ما فيهاش بزاف، فيها غير سنتيم كنتنيو هكذا، حيت الخياط ملي كيجي في الصل دائما كيخلي سنتيم ديال التنيه، سنتيم اللي غادي نتنيو كندخلو داك سنتيم من هنا وسنتيم من هنا وكنهبطو الهبطه ديالنا. هذه بالنسبه للخدمه اللي كنخدمو فيها 4 الغرزات، بحال ثلاثيه بحال الكورميت بحال اللوايه، يعني الحاجات اللي يكونوا رقيقه، هو ده رقيقه. بالنسبه للخدمه الا كان فيها جوج سنتيم، كنحسب هنايا جوج ديال السنتيم ديالي، يعني سنتيم ونص كنعمل، حيت نصف ديال السنتيم هو كيخلينا سنتيم في الجهه كامله ماشي غير في واحد الجهه، يعني هنا وهنا نصف سنتيم هنا ونصف سنتيم هنا. يعني عندي الرنده فيها جوج ديال السنتيم، كنخدم نصف ديال السنتيم اللي كنتني وسنتيم، يعني سنتيم ونص كتتنالي من لهنا وسنتيم ونص من لهنا. عندي راندا فيها 10 سنتيم، كندخل 5، يعني كنقسم داك 10 الراندا في النص، كندخل 5 من لهنا و5 من لهنا. هذا هو الحساب ديالها، هذا هو الحساب ديال الراندا شحال كندخلو في التوب، يعني شحال كندخلو في التوب الا كانت الهبطه حتى النقاع. اما الا كانت النصف ديال الطوق، فالنصف ديال الطوق هو اللي كيحكمنا شحال غندخلو، يعني ديك الرنده اللي كنخدموها هي اللي كنتنيوها من لهنا وكتجينا ساهله. هانتوما شفتو في الفيديو اللي فات بالنسبه لنص الطوق. هنا عندي القفطان، القفطان بالنسبه للفتحه ديال العنق، نجيبها لكم هكذا واضحه. بالنسبه للفتحه ديال العنق، الهبطه ديالو الا كان عندنا هابط بزاف، هابط بزاف على الصدر، الا بغينا نعملو الفتحه ما يتجاوزش 3 ديال سنتيم، ما نفوتوهاش، حيت الا كان عندنا العنق هابط، الا كان العنق طالع مثلا هادو هما الكتاف، انا هذا عندي هابط، هادو هما الكتاف وكيجي يعني مجموع على العنق، نقدر نعملو حتى 5 ديال سنتيم عاد نخدم. هذه بالنسبه للفتحه اللي غتخليو من العنق، والراندا اللي غتخدمو هنا غتخدموها هنا. الا كانت الكورميطه كبيره كنخدمو جوج الكورميط ديال جوج الغرزات من هاد الجهه ومن هاد الجهه، كانت ثلاثيه كنكتفيو غير بالضريس، كانت الراندا كنقسمو الراندا ديالي. تفهمنا على هذه؟ بالنسبه اللي بغات تخدم العنق بالراندا، العنق بغيت نخدمو انا بالراندا، اشنو غنعمل؟ انا حسبت هنايا غنخلي 3 ديال السنتيم، غنخلي 3 ديال السنتيم، ها هي، يعني حسبت غنخلي 3 ديال السنتيم. الراندة ديالي غنخدم فيها 2 ديال السنتيم، يعني في العلو 2 سنتيم. شنو غنعمل؟ ديما كنحسب 2 ديال السنتيم، ها هي فينا هي، ونهبط يعني 2 ديال السنتيم ونهبط 5. كانت الا حسبت من لهنايا غنخلي فيها 5 مثلا ديال السنتيم، غتجيني هنا
غتجيني هنا، ولا نقصت هنا جوج ديال السنتيم ديال الرندا غتجيني هنا. يعني شو طلعت، شو شحال الفرق؟ جوج ديال السنتيم. كنت غادي نعمل فيها ثلاثة ديال السنتيم، هنا ثلاثة ديال السنتيم، فغادي نطلع هنا سنتيم ديال اللي غنخلي هنا، يعني هذا غنتنيوه وغنعبرو العنق، غنتنيوه وغنعبرو. غادي نخدمو فيها ثلاثة ديال السنتيم، فغادي نخلي انا جوج ديال السنتيم الفوق، وغادي نخدم غير سنتيم، يعني غير سنتيم غنخلي ديال الفتحة. علاش؟ باش حيت الا كان عندي العنق هنا هو بزاف، يعني ميمكنش نعطيه خمسة ديال السنتيم راه غيجيني هابط على الصدر. كنحسب ديما الخدمة بالرندا هادي، الا كنتو غتخدمو الرندا هنا كنحسبها بهاد الطريقة هادي، يعني جوج ديال السنتيم، وكنهبط نقدر نعمل فيها أربعة ديال السنتيم. الا ما بغيتش نخلي غير سنتيم كنخدم فيها أربعة ديال السنتيم. ومن هنا كنبدا الخدمه ديالي، من هنا كنهبط بالخدمه ديالي. هذا هو الطريقه كيفاش نعبروها. وما تنساوش الخدمه اللي قلت لكم هنا ضروري، كاين التوب مثلا، التوب كيكون عندي فيه هذا ما عنديش فيه، كاين التوب اللي كيكون عندي فيه تقيبات، كيكون الاخر ديال التوب كيكون هكذا فيه تقيبات بهذه الطريقه. داك التقيبات ما كيزولوش نهائي، ما كيزولوش. داك الزايد ديما كندخلوه، ما نخليوهش على الوجه يبان، ديما كندخلوه حيت الخياط ما كيعملش العبر ديالو فوق داك التوب اللي كيكون منقط، يعني متقوب، ما كيكونش مزيان. ديما الا كان هذا هو الجهه اللي كتكون فيها متقوبه، ديما كيعبر من هنا، يعني كيخلي داك الجهه وكيعبر من هنا وكيعمل العبر ديالو. نتمنىكم ان شاء الله يكون هذا الدرس يعني واضح، وديما سنتيم يكون عندكم، وديما كيف ما كنقول لكم الحساب باش تجيكم البياسه على قدكم، ما تجي ناقصه ما تجي زايده.